بقول لك يا بنتي يا فل، قولي يا قمر. شايفه البنتين اللي قاعدين هناك دول؟ هم الصراحه قمرات. عاجبينك شكلهم يا بنتي؟ يجي منهم. وعرفتي ازاي؟ انا ليا نظره في البنت، ابص كده في وشها اعرف كل حاجه. حاكم البنات والستات بيبانوا من عينيهم. في واحده عينيها كلها حزن وكآبه، وفي واحده عينيها كلها دلع وشقاوه. عارفه يا بنت، الرجاله ما يحبوش الست الكئيبه النكديه ولا الزنانه، يحبوا البنت كده تبقى فرفوشه ونعنوشه ونغنوشه. اصل الرجاله دول عاملين زي العيال الصغيره. استاذه يا قبلة، فين يا اخويا الكاتشب؟ كل مره اجي اقول لكم فين الكاتشب. استاذه يا معلمه والله. اسمعي يا فله، روحي لغي البنتين دول وصاحبيهم واتكلمي معاهم وقولي لهم الهنم عايزه تتكلم معاك. ما تقلقيش عليا يا قبلة، ده انا اللهلوبه بتاعتك، ده انا اللي بتعلم منك اصول الشغلانه وسر الصنعه سر التوخه. حكيم انت يا بنت ايه؟ بكاشه. اكتر واحده بتضحكني في البيت كله انت، واكتر حاجه بحبها فيكي انك بتسمعي كلامي كده غمضي. طبعا يا قبله، اصول الشغلانه اني اقول حاضر ونعم. صح يا بنت، كفاياكي رغي بقى وميكانيكا فاضيه. خدي بعضك يلا وقومي اتكلمي معاهم وحطي لهم السم في العسل. وهقلمه كمان يا قبله، عدي على ساعتك 3 دقايق يكونوا عندك ويكونوا تحت رجليك. يوه، نسيت البس الساعه تصدقي. اسمعي يا بنت، فكريني بقى اقول لابو فراس وهو جاي يجيب لي ساعه الماس. عينيا الاثنين يا قبله. تسلم عينيكي يا اختي. بيت ايه يا قبله؟ شكلك يا بنت اتغير كده ليه؟ اسمعي، انا هوديك للزباين اللي بيحبوا البنات اللي شكلها هندي. حكيم انت شكلك قلب هندي. هندي ولا فرنساوي؟ بحطت ايدك يا قبلة. يلا يا بنت على وضعك، اخلاص. انا الله يجازي شطانهم، خلي الواحد يسخن. كاسمع عليك. شكرا. على فكرة ده بارت 1. ده انت لسه بقى ما شفتش الجزء الثاني، تحفة. عندنا عشان لو تحب تتفرج عليه. انا مش مصدق نفسي. انا كمان ما صدقتش نفسي لما شفته. معقولة؟ معقولة ده معالي الباشا؟ صحيح، كيوبيد ده سافل ما بيرحمش حد. انا اسف ان انا جرحت مشاعرك بالمشاهد الفجة دي، بس هنعمل ايه بقى؟ معالي الباشا طلع راجل خلبوص. غير ما بيبان خالص في صوره في المجلات والجرايد، يعني الوقار والهيبة. هو صحيح انا بشتغل مع معالي صابر باشا، لكن برضو احنا مصريين زي بعض. قولي بقى انت مين بتشتغل مع مين؟ اللهجة كده مش عجباني، كمان حاسس ان السؤال مش مظبوط قوي، ومع ذلك هجاوبك عليه. تقدر تعتبرني فاعل خير، رسول. في ناس وحشين بعتني ليك. والناس الوحشين دول بقى طلباتهم ايه؟ ايوه، هو ده بقى السؤال الصح كده؟ طيب نخش بقى في الجد. يعني ايه عشجان؟ ناس اجانب وسود بيطلعوا ياخدوا شنط ويمشوا، المهم الشنط دي فيها قومي مخدرات ولا ما فيهاش؟ لا اله الا الله يا باشا، اكدب عليك يعني عشان تصدقني؟ وعليا النعم اللي انا شفته قلته. عشجان؟ نعم. كلام الحمصي ده ما بياكلش معايا. تتشقلبي تقبي وتختصي، المهم تعرفي لي الشنط دي فيها حشيش ولا ما فيهاش؟ اوامرك سيادتك. بس لمؤاخذه يا باشا، يعني لمؤاخذه يعني انا ليا طلب عند سيادتك، يعني لو ما فيهاش رخامه اعزن الناس دي بتتاجر في الحشيش. اعزن؟ اعزن. وسيادتك يعني قفشتهم ومتلبسين كمان ووديتهم ورا سبع ارض. يا باشا الناس دي مش هتسيبني، وانا ماليش ظهر لا مؤاخذه. اتاكدي لي انت من اللي انا عايزه، وساعتها هبعتك تشتري اي حاجه من تحت. يا باشا ده البقين دول لا مؤاخذه، يعني الفيلم الهابط ده يخيل على ناس زي دول؟ دول يفرموني يا باشا، يفرموني. جربت في ايه؟ قلت لك انا احميكي. أوامرك يا باشا، لو انها شكلي انا اللي هلبس اسود في الاخر. بقولك احبسك من دلوقتي. لا يا باشا، أوامرك يا باشا، أوامرك. انزل يلا غوري. حاضر.
ايدك عيب. خدي ده نصيبك. كم دول يا باشا؟ انت مالك يا بت؟ هتعد ورايا ولا ايه؟ اللي اديهم لك تاخديهم من سكات. ما قصدتش يعني يا باشا، انا يعني بسال بس من باب العلم بالشيء. الله مخزيك يا شطان. اسمعيني كويس، انا عايزك اليومين دول تقللي خروج شويه، حركي من البنات اللي حواليك وكن انت في البيت لغايه ما الحكايه دي تهدى. اوامرك يا باشا. تعبان محتاج ارتاح. انا عايزه افهم بس، انتي قلقانه من ايه؟ هي اول مره؟ انا كل اللي طالباه منك انك تطمني وتركزي في حبلك ده. عيب عليكي، ارمي الاحمال على اشجان وانا شايله يعني، ده انا تربيت 100 عقبه يا ولد. صدقي وتامني بالله، انا بقيت اكبر ديرر في المهندسين، ما في حد يعرف يدب رجله في المنطقه بتاعتي. امال ايه؟ عارفه العيال بتضرب بودره؟ بطلوا وبياخدوا مني حشيش. العيال بتضرب ماكس؟ ماكس بطلوا بياخدوا مني حشيش. يقولي يا اشجان الحشيش من ايدك عسل عسل عسل، ملوش حل، بنعمل دماغ كده من غير ما نرول. يا بنت اللعيبه ده انت بقيتي استاذه. عيب عليكي. تمام يا ست الديرر، انت هتوصلي الحاجه بسرعه وتجي لنا عشان عندنا النهارده عزومه بالليل ومفيش حد بيشرف عليها غيرك، وهتقفي مع الطباخين. وعليا النعمه من نعمه ربي، انا لولا بس تصريف البضاعه دي النهارده انا ما كنت سبتكم ولا خليت حد غريب يدب رجله في البيت ابدا. معلش خلاص انت بس مشوارك وتعالي قبل الطباخين ما يجوا عشان ابقى مطمنه. روحي يا شيخه، الله ربنا يطمن قلبك، ما تقلقوش انا هنجز واجي لكم في الهوا. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عارف لولا البت اشجان دي علينا المره اللي فاتت كان زماننا رحنا في 60 داهيه. ده احنا زعق لنا نبي. ايوه والله. صحيح ما قلتليش، قولي هو انكل محمد سافر ولا لسه؟ اه لسه متداري في عزبه بشندي، مستني لما طلع له الباسبور المضروب عشان يهج على بره. ربنا يستر علينا احنا بقى، احسن البوليس مركز ومفتح عينه على الاخر. واحنا مالنا احنا؟ وبعدين اللي معاه اشجان ما يبقاش قلقان، انا بقول حكم اقسم بالله. هي هتلبس الليله واحنا في السليم. اه بس تخلي بالك احنا لازم نخلص من البضاعه اللي هنا ونشوف لها مكان تاني. لا ما تقلقيش يا حبيبتي، انا شفت شقه كده تنفع مخزن وبكره حمد العقد. قول والله. اه والله الحمد لله، بجد طمنتني، انا كنت قلقانه جدا. انا عالمي خلي بالك. طب بقول لك ايه، قوم بقى شوف لي المسلسل بتاع ذا بولد لحسن هجاني، نفسي اشوف اللي هيحصل النهارده في الحلقه. ايه حبيب قلبي. السلام بترعش كده ليه؟ انا قلقانه كده ليه؟ هو انا مالي؟ مش هم اللي عملوا كده في نفسهم؟ قطيعه تقطعهم. هم لو ما كانوش بيبيعوا الحشيش ده لايح وكان عندهم ضمير ما كانش حصل اللي حصل. ولو كانوا زودوا نسبتي كان ايه اللي حصل يعني؟ ما كنتش عملتيهم كده ولا امشي في الحرام. هعمل ايه طيب؟ سلامة والنبي هتوحشيني. العشرة برضو ما تهونش غير على ولاد الحرام. بس هنقول ايه؟ المشي البطل اخره كده، هنعمل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، بوظتوا البلد.